اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. الله يخليك. نور يعني كل اسبوع كده يعني كتير علينا كده يا كابتن كده يعني تبقى كل اسبوع معانا كده ده عشان يعني عشان بنكسب بس كل اسبوع ده شرف لينا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تمام. مبسوط؟ الحمد لله. مبسوط من مباراه الزمالك ومبسوط ان النهارده عدى. انت لسه حضرتك كنت بتقول لي ان الماتش ده كان هيبقى صعب جدا. لا هي دايما بعد الماتشات الكبيره تخاف من اي ماتش. ايوه يعني ليه؟ لان انت بتكون كل الدوافع وكل الاعداد النفسي صحيح. وكل كده والطموح وحاجه كبيره عاوز تطلع الهرم، واول ما بتبقى في القمه باداء ونتيجه تخاف بعد كده عمليه الاسترخاء لبعض اللعيبه، رغم ان هو برضو كولر غير يعني غير مجموعه لعيبه، فعشان ايه؟ هو فيها ذكاء. فيها ذكاء في ايه؟ ان هو بيجدد الدوافع. اللعيبه الجداد اللي نزلوا كل واحد فيهم او اللي كان مصاب او اللي كان بعيد جاي عنده دوافع تانية ما حسش بدوافع مباراه الزمالك، وبالتالي الدوافع الجديده اللي هي عنده يعني جدد دوافع الفرقه، ما خلاش الفرقه هي اللي لعب بيها مباراه الزمالك على اساس دولت الاعداد. بس دي مش مخاطره يا كابتن قبل بس ما نكمل؟ طبعا مخاطره. يعني ان هو برضو ايه؟ ان انا رايح واحد بقيمه علي معلول، ان انا رايح بقيه اللاعبين اللي ما لعبوش في علي معلول هو الباكين يعني الظهري صحيح، وهاني يعني ادي اتنين برضو من الاثنين الاساسيين، وبعدين رايح واحد زي كهربا اللي هو دايما بيفتح له السكه فيها وقفشه والسولية وكذا ودول قاعدين احتياطي. ولكن انا بتكلم على اللي بره الفرقه خالص. يعني هل هي مش مخاطره من وجهه نظرك؟ طبعا هي مخاطره، بس هو حاسبها. هو حاسب ان يعني عارف ايه، بس احنا بقى كمتابعين هو يمكن ما مرش بدي. البنك الاهلي دايما مع النادي الاهلي نتائجه مش اللي هي مظبوطه. احنا كسبناهم ماتش قبل كده مباراه واحده 1-0 صحيح، وتعادلات بعد كده يعني حاجه فرقه كده بتمشي. يعني زمان كان يقول لك في السبعينات والستينات يقول لك ترام مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسب كل فرق الا ترام اسكندريه هو ده اللي يقف صد. دلوقتي جايين البنك الاهلي فالحمد لله واحد ولا نص ولا ربع، المهم ثلاث نقاط. المهم هم دول الثلاث نقاط اللي هم بالنسبة لحضرتك هي نهاية الفترة السابقة بالكامل بالزبط. ونجاح جاي يعني نجاح بنعتبره نجاح أكثر من يعني أو ممتاز، مش هنقول يعني إن هو رائع لأنه إحنا تعادلنا ثلاث ماتشات أو أربع ماتشات. طبعا لا، فهو التعادل وبعدين أنت كمان رايح على كأس عالم. صحيح. رايح كأس عالم لازم تروح بالمعنويات، لازم تروح بلاعيبة سلام. ما هو برضه هو بيفكر في دي، هو رايح كأس عالم وكأس عالم عايز يكسب أول ماتش، فاول مباراه عشان يكسبها يبقى لازم كل اللعيبه عنده سلام. فهو كان في صراع ما بين استكمال مسيره المباريات اللي وافز فيها بالاضافه الى ان هو يحضر الفرقه لكاس العالم، لان كاس العالم مباراه مش سهله هناك، ومباراه بتعتبر زي ايه كاس عالم هي المباراه الاولى مهمه جدا لانك هتوصلك لمرحله لمركز. نعم. فمش موضوع نقطة أو اتنين أو تلاتة أو فرقة صغيرة أو فرقة كبيرة، أهم حاجة المباراة الأولى هتساعدك إنك بتلعب بعد كده المباراة التانية على مركز تالت رابع أول تاني في الأماكن دي كلها. طيب خلينا برضو نروح يا كابتن للمشكلة أو للشكل العام للنادي الأهلي، إنه بسم الله ما شاء الله يعني انت دلوقتي اصبحت بتحرز اهداف على عكس مثلا بدايه الموسم. بدايه الموسم كان عندنا مشاكل في جت فتره كده عدم احراز الاهداف. فهل ده يخلي النادي الاهلي، هل كهربا هو اللي حل الامر ده؟ كيفيه حل الامر ده برضو مع محمد شريف الحقيقه لما شفناه؟ فاضل شادي ان شاء الله، شادي حسين يخش مع المجموعه خلال الفتره القادمه. شوف ازاي يا كابتن حضرتك يعني علمت اجيال كتير جدا هذه الامور. فقول لنا برضو ازاي نقدر نتكلم مع مجموعه المهاجمين اللي موجودين في النادي. مجموعه المهاجمين انت عشان يعني تسجيل اهداف، هي كره القدم ما هي اللي ايه؟ اهداف. انك تسجل هدف. واصبحت طرق اللعب اللي هي موجوده عندنا دلوقتي يا كابتن اسلام اللي منتشره، التكتل الدفاعي امام فرقه النادي الاهلي او فرقه نادي الزمالك
او فرقه بيراميدز الفرق او فيوتشر. نعم. كل بقيه الفرق، انا ليه قلت الاربع فرق دولت؟ لان الاربعه هم الاربعه اللي فوق، فاذا دولت كل الفرق بتتكتل قدامهم. والمقاولين بتتكتل قدامهم. ليه بتتكتل قدامهم؟ بتتكتل قدامهم عشان ما عارفه ان هم اقوى وما يخسروش. صحيح. طيب يقلل دي من ايه؟ انت مالكش حل غير التسديد ثم التسديد ثم التسديد، زائد الاختراق ثم الاختراق ثم الاختراق. حلو. زائد الكره العرضيه والضربات الثابته والكلام دي. نعم. كلها. فاحنا اصبحنا دلوقتي بنجيد في يعني زياده نسبه التهديد زادت عند اللعيبه، وبالتالي دلوقتي اي مهاجم عايز يجيب جول او عايز يروح له الجول او عايز يسجل هدف ملوش غير التسديد او الاختراق في التكتل الدفاعي اللي عندنا ده. نعم. وبالتالي يعني الحمد لله لو نشوف كل الاساليب اللي احنا كمان بنلعبها، زائد الكراسات عابره القارات اللي هي بتيجي في اماكن متميزه، وعندك لعيبه مهاراتهم عاليه قوي. نعم. سواء في الاستقبال او في التمرير او في التسديد. فكده النسبه زادت بتاعت نسبه الاهداف، لكن برضو لم تصل للتوب. اوكي. لسه الاهلي عنده كتير من نسبه تسجيل الاهداف في التلت الاخير الهجومي، مفروض هيزيدوا بمرور الوقت ان شاء الله. هو قفل الحته اللي ورا، قلت شويه الخطوره علينا، كان زمان بيبقى في خطوره، فالخطوره دي بتهز الفرقه. صحيح. فلكن دلوقتي لما اتظبطت شويه الامور دي مع قياده الشناوي ورا، اصبحت العمليه الدور الثاني ان انت تسجل اهداف. ارتفاع فارق النقاط ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ل 11 نقطه، هل ده شايف الموضوع ده ازاي؟ ايجابي ام سلبي؟ لا هو يعني ده جاي نتيجه مباريات. صحيح. للاهلي وللزمالك. مظبوط. لكن تقول لي الدوري انتهى؟ اقول لا ما انتهاش. الدوري لم ينتهي، الدوري في الملعب. اصل 11 نقطه يعني اربع مباريات. يعني اربع مباريات تساوي ال 11 نقطة، فمحدش عارف دلوقتي، ومحدش يقيس، محدش يقيم، إلا إذا كان 11 نقطة في آخر أربع مباريات في الدوري. صحيح. الدوري لسه فيه مباريات كتيرة. احنا في الأسبوع 15 لسه. مش عاوزين نحكم على إن الدوري لا زال المشوار موجود طالما النقط موجودة في الملعب لجميع الفرق المشاركة 18. طيب، برضه يا كابتن، يعني في مثل هذه المباريات هل هي استعداد جيد لمباريات كاس العالم؟ طبعا. هو استعداد جيد للمدرب في ايه؟ انه جرب بعض اللعيبه الجداد اللي جوله، وجربهم في اكتر من مركز. يعني اما يجرب واحد سيرت باك في ماتش كبير زي ماتش اهلي وزمالك، وثم يجربه مره تانية يطلعه باك، يبقى بيحس كده باللعيبه اللي عنده اللي هو يتلاعب بيهم. لان الفرق الكبيره يا كابتن اسلام، إن لما تقيس ال 11 لاعب فيهم كام لاعب بيلعب في مركزين أو ثلاثة، دول بيفرقوا من ضمن ال 11، من ضمن ال 10 سيب حارس المرمى، بيفرقوا مع المدربين جدا. طبعا طبعا. دي أنت بتغير تغييرات خططية داخل الملعب بدون ما تجيب واحد من بره عشان يضرها. صحيح. أصبح دلوقتي أنت عندك كام واحد بيلعب باك يمين بيقدر، كم واحد بيلعب باك شمال، كم واحد بيلعب في وسط الملعب، كم واحد بيلعب في راس حربه، كم واحد بيلعب وينج. طالما اللعيبه اتكررت الادوار بتاعتهم، يبقى كانك انت مش بتلعب ب10، انت بتلعب ب13 او 14 واحد. صحيح. اللي هم الزياده دي الفرق الكبيره. الفرق الكبيره لابد ان يكون هناك لاعبين يقوموا باكتر من دور في جميع مراكز الملعب. استمرار محمد شريف في التهديف للمباراه الثانيه على التوالي، دي لان عنده الدوافع، واستغل الدوافع. العامل النفسي اللي هو كرة اللي استعمله ايه؟ ايه هو العامل النفسي؟ العامل النفسي ان انا ابدا احضر اللعيب واجيب له المكاسب اللي هو كسبها قبل كده، سواء مع الفرقه او لوحده. هو عمل حاجات فرديه، ان اتفرج على ماتشاتي وانتصاراتي قبل كده، والاهداف اللي انا سجلتها قبل كده، والاهداف اللي كسبتني مباريات، والاهداف اللي كسبتني بطولات، مش مباريات بس، المباراة هتكسبني بطولة بعد كده. كل ده هو استعمله كجانب نفسي وان اتفرج فيه، فبيستدعي الطاقة المكنونة جوه اللعيب، ان انت لازلت بقوتك، انت اللي بتسجل اهداف، انت اللي عملت دي، انت اللي عملت دي، ترجع تاني يستبرد الثقة بتاعته لنفسه. شفت اداء بقى البنك الاهلي النهاردة ازاي؟
لا يعني اداء البنك الاهلي، البنك الاهلي هو البنك الاهلي يعني، من غير ودائع يعني، من غير فلوس. لا ده عنده اكبر وديعه دلوقتي. يعني البنك الاهلي هو البنك الاهلي، لكن احنا شفنا طريقه لعبه او اداؤه هي اللي احنا تمرسنا معاها في الفتره الاخيره، في خلال من يوم ما صعد من الدرجه الثانيه وبقى في الدرجه الاولى، هو نعم الفرقه طابعه وباينه، وكل فرقه يا كابتن اسلام بيبقى لها طابع وستايل في الملعب، مع تغيير المدربين مع تغيير اللاعبين جوه الملعب، لكن الشكل هو اللي عامل مش الفرقه المفروض هو العكس يا كابتن؟ مش المفروض ان المدرب هو اللي بيجي بيحط البصمه بتاعته على الفريق؟ ما هو هيجي يحط البصمه، ما بيحطهاش قوي لان اللعيبه دي مش هو اللي جابها اوكي. يعني، هو جاي حضرتك تقصد من اول السنه يعني؟ يعني، حتى لو جه من اول السنه ما عندوش وقت يعني يحضر الحاجات دي، اوكي هتتغير بس بنسبه، لكن الشكل العام طريقه لعبه وطريقه اداءه وطريقه كده كله زي بقيه الفرق. الحقيقه هو ماتش يعني، انا مش عارف اوصفه ازاي الماتش ده يا كابتن. يعني هل هو ماتش يعني البنك الاهلي كان قافل كويس واحنا اعتمدنا على ان احنا نلعب الكره كتير؟ لا هي طبيعته، طبيعه النادي البنك الاهلي هو ده اسلوب لعبه من مثلا 3 سنين فاتوا، هم اوكي. الشكل ده مع تغيير يعني، قبل كده ما كانش في ابو جبل، ابو صحيح. جبل لسه جاي، لكن ده اداهم اضافه، ابو جبل اداهم اضافه لدورهم الدفاعي، لان ابو جبل لما جه ابو جبل ده حارس مرمى، فيعني ما اداهمش اضافه هجوميه، هو اداهم اضافه ان هم التكتل بتاعهم والدور الدفاعي يقدر يبقى متين ان هو فيه، لكن المباراه زي ما بقول لك كان كله مضغوط، زي ما انت كنت مضغوط، زي ما كنت مضغوط، زي ما كل محبي النادي الاهلي كانوا مضغوطين قبل صحيح. المباراه واثناء المباراه، صحيح. حتى الحكم لما انهى المباراه ما كانش يعني ادي الجول اللي هو شيف محمد شريف. المتابعه، كثره اللعيبه اللي هو في الملعب، في كثافه من اللعيبه المهاجمين، نعم. فدي بتخلي اللعيبه يعني يبقى عندهم اكتر من فرصه ان هو يبقى جوه الملعب في بادائه بهجومه بتسجيل اهدافه، لكن الخوف بعد ايوه تسجيل هدف، الخوف اللي بيدور جوه اللعيبه في انهم في مثل هذه المواقف تلاقي زي ما نقول ايه في اخر الماتش جول، يجي غلطه او بالظبط خطا او بالظبط. ضربه جزاء او حاجات ما تبقاش محسوبه، لكن شوف كم واحد، حتى لو شريف كان ضاعت منه في اللي بعديه يعني، بص كم واحد في نفس المنطقه. حضرتك بتنظر لكم واحد في موجودين من طبعا النادي طبعا الاهلي؟ ده يعني لما بيدل لقيتش على شريف هتلاقي ده، هتلاقي ده، صحيح. فالكثافه الهجوميه دي. ومروان خدها كويس جدا الحقيقه. طيب ومروان من الناس الجداد اللي صحيح. عنده الجراه، هو ده اللي بنقول التسديد، ما خافش، هي ما دخلتش خلاص، لكن لقت نفسها ولقت شريف يعني ان هو يقدر يحطها وينهيها يعني. طيب بشكل عام، هل تعتقد ان كولر وصل لاهدافه الفنيه ووصل لانسجام لعيبه النادي الاهلي لما يريده كرؤيه فنيه خلال الفتره القادمه، واللي كان هو دايما بيسعى لتطبيقها، لا ولا لسه؟ لسه ما وصلتش. اشمعنى يا كابتن؟ معلش. لسه ليه؟ لان لعيبته اللي هم الاساسيين كانوا بيقعوا دايما في اصابات، هو لم يكتمل، هيكتمل امتى في الكلام ده؟ هو كشكل عام بدأ الناس تحس بيه وبدأت اللعيبه تشعر بيه، لكن هو عايز الفرقه كفرقه، عايز 11 12 لعيب ينفذوا الكلام ده في 3 4 مباريات، هتشوف الفريق قوي، لكن هو مش عارف يعني. احنا لو قلنا مباراه النهارده مين اللعيبه اللي لعبوا؟ مباراه الزمالك مين اللعيبه اللي لعبوا؟ قبل الزمالك مين اللعيبه اللي لعبوا؟ مش هتلاقي عامل مشترك في الثلاث مباريات الثوابت اللي هم في الفرقه. العدد اللي قلنا كل ما كان قل العدد كل ما هيبقى التركيز برضو يا اكتر. كابتن، عدد اللاعبين الكتير اللي لعبوا هل هو ايجابي ولا سلبي؟ ما هو الناس، ما هو انا عارف وجهه نظري، لكن انا برضو عايز حضرتك تقول وجهه نظرك لكل جمهور ما هو النادي الاهلي. لكل جمهور، ما هو مضطر ومش مزاجه. لا في بعض الاوقات زي النهارده. لا ما هو زي النهارده برضه مش بمزاجه، لانه بيحضر لكاس العالم، بيحضر بيريح لسه بدري. لعيبته. نعم لسه بدري على ماتشات كاس العالم لا يعني. بدري فين، احنا النهارده واول ماتش يوم واحد، النهارده مظبوط. يوم 22 22 يعني قدامك 10 ايام يخاف. النهارده 24، انا اسف، طيب يعني قدامك 24. اسبوع. طيب يعني عدد قليل برضه الايام
في زمن الاصابات والزمن الحاجات المتكرره دي كل ده بتشكل الخطوره. بتستاو ده جاي من امتى؟ بقاله قد ايه ما لعبش؟ بقاله 40 يوم. فطبعا يعني اي اصابه يعني ما فيش كاس عالم. فطبعا ده الخوف من العناصر الاساسيه لفرقته. صح. فهو هو في صراع المباراه والدوري، صراع كاس العالم وعامل مركز، ففي صراعين. فهل ازاي ان انا اجرب؟ وبعدين حاجه تانية، عايز اجرب اللعيبه الجداد. طب انا هجربهم امتى اللعيبه الجداد دول؟ يعني اللعيبه اللي جم ازاي يجرب، وخصوصا الحتت اللي عنده اللي هي كانت ناقصه. يعني هو كان عنده محمد هاني وعنده علي معلول بس، ادي الباكين. صح. ما عندوش البدائل. فجرب النهارده البدائل عشان يبقى عارفه ايه اللي ممكن يعمله. مش هيروح يعملها في كاس العالم. صحيح. فهو عملها النهارده. فده اللي هي الصراع او التجربه اللي هي محسوبه له، لكن تجربه فيها خطوره طبعا، لكن الحمد لله ربنا وفقه. طيب كابتن فتحي، رايك ايه بقى في مستوى الدوري بشكل عام؟ وعايز برضو اسال حضرتك، بس بعد ما تجاوب لي برضو على هذا السؤال، لان السؤال اللي جاي ده برضو يعني تقريبا نص مدربين الدوري طاروا من الفرق بتاعتهم. لكن خلينا الاول نسمع اسمع رايك في الدوري بشكل عام. الدوري بشكل عام دوري متقلب، دوري متقلب متقلب. اوكي. دوري ما هواش ثابت، ما فيش استقرار. دوري زي ما تقول ملوش معالم كبيره للفرق، انك تقول الفرقه دي فعلا بدات بالمدرب ده، وصلت في المرحلة دي لكام نقطة في الدور، بعد 14 مباراة هتروح فين، بعد 15 هتروح فين. كله في علم الغيب المدربين. صحيح. يعني انت شفت النهاردة مدربين يقع، مثلا إيهاب جلال مش بدون إيهاب مقدمات، جلال وتقريبا كابتن طارق العشري وطارق العشري إيهاب جلال وكابتن استقال لكن وأيضا فريرة الزمالك. طب ثلاثة يعني ثلاثة في كام مباراة؟ في كام أسبوع؟ في 15 أسبوع وأنت 34 أسبوع. يعني تقريبا نقول يعني أقل من نص الدوري دورة المجموع. طموحات الفرق عالي قوي، مش قد إمكانياتها. عشان كده لما بيحصل أي هفوة لأي مدرب بيقول لا متشكرين، لأن هم طموحاتهم أعلى، والمدرب جايب إمكانيات الفرقة اللي قدامه. صحيح. البضاعة اللي قدامه كده. الاحتراف اللي عندنا برضو يا كابتن اسلام اثر على مستوى كره القدم عموما. الاحتراف المغالفي وارتفاع الاسعار سواء في اللعيبه، في التبادلات، في كده، اغلى مما انا مش ضد اللعيبه ولا ضد الاحتراف ولا ضد اللاعب كويس ياخد فلوس، بس ما تكونش بالنسبه دي. النسبه دي هي اللي عملت الرواج. فالناس لما بتشتري لعيبه غاليه جدا متوقعه ان اللعيبه الغاليه دي هتكسب كل الفرق اللي قدامهم عشان اشتريته بفلوس غاليه. لا، ده مش حقيقي. طبعا مش حقيقي. هي الفلوس اللي ادت قيمه للاعب، لكن لما فنيا هو مش كده. فانت هم بيقيسوها. اما بيجي نادي من الانديه، في مع احترام مش هتكلم على اي انديه، لكن كل المدربين اللي بيتغيروا دول بيتغيروا ليه؟ عشان نتائج. يعني هو بيكسب خلاص. طب هم عشان نتائج مالهم بيخسروا؟ طب ما يخسر، ما هو ده الطبيعي انه يخسر. يعني مش الطبيعي. يعني انا ما يعني مش دفاعا عن اللاعبين، عن المدربين. المدربين اكفاء ومجموعه المدربين متميزين. نعم. لكن معنى ان انت تغيره عشان النتيجه، النتيجه مش هو السبب. السبب اللعيبه مش المدرب. انا وجهه نظري، لان اللعيبه انت حطيت طموح فيهم، لانك حطيت فلوس كتير قوي، فانت واخد الانكم هيديلك، هو مش هيجيلك. ارجع للحقيقه. فانا بقول الاحتراف اللي انا بقول عليه كده، كده هنظلم. ده احنا هندوب كل المدربين مصر. يعني بعد كده مش هتلاقي، يعني انها الدور ان مدرب ومدرب ومدرب ومدرب، الطريقه مش الناس تفكر انها. عشان كده انا بقول الاحتراف لم يقنن حتى الان التقنين الصحيح. مع احترامي ان اصبحت في رابطه والاتحاد من ناحيته بيحاول ينظم، ولان الدوري الرابطه هي المسؤوله عنه، لكن الاتحاد وبيخطط وبينظم، هيطور يمكن بعد كده للعيبه. وتشوف كمان لعيبه اجانب كتير قاعدين على الخط. ما هو دي من ضمن الحاجات اللي هي غريبه جدا. يعني جايب لعيب ادفع له بالدولار عشان يقعد على الخط. طب انا لما اجيب واحد مصري يقعد احسن. صحيح. يعني اللاعب الاجنبي اذا كانش لاعب يفيد الفرقه نمره واحد،
ويفيد اللعيبه اللي جنبه، اتنين يفيد اللعيبه الاسبال الصغيرين يتفرجوا عليه يقوم ياخدوه عشان يبقوا زيه. هل الثلاث حاجات دولت بتتوافر في اللعيبه اللي بتيجي؟ مش في كل اللعيبه، وبالتالي اصبح احنا عندنا كابتن سلان 209 لاعب اجنبي. 209 لاعب اجنبي في الدوري الممتاز. لا في الدوري الممتاز، ما الدوري خمسه يعني خمسه في 18، لكن في الدوري الممتاز ودوري الثانيه. أيوة والثالثه. الممتاز الف وب. الف وب والدوري العام كمان. والثالثه والدوري العام. طب العدد ده كله بياخد بالدولار، هل يساوي، هل يساوي اللي بيقدمه في الملعب؟ لا، لا. قاعدين على الخط. طب في ناس كتير قاعده على الخط. صحيح. طبعا قاعدين على الخط وبياخدوا فلوس. صحيح. طب وليه؟ يبقى المفروض ان احنا يعني الحاجات دي ان شاء الله الاتحاد بيبحث الكلام ده في نوعيه اللعيبه، في الكواليتي بتاع اللاعب اللي جاي، ان يكون لاعب ايه، في اداء ايه، ترتيب الرينك عندنا، هل هو جاي من انديه من دول رينك من المية الاوائل ولا من بعد المية، دوله مثلا 130 و140 ويجي لعيب اجنبي، طبعا مش هتلاقي فيها لعيب يعني، وبعدين يدفع، تيجي تدفع له بالدولار وبعدين ياخد مكان واحد تاني. هل في مصر دلوقتي راس حربة مصري تشعر فيه في كل فرق مصر؟ لا موجودين في الاولى والثانيه. طب هتطلب من المنتخب بيعمل ايه؟ ما هو مش هيقدر يجيب اجنبي، ما هو لازم يجيب يعني. ما اقدرش اقول برضو، الناس كتير بتقول وبسمعها، ما يجيش لاعب اجنبي راس حربة، الكلام ده غلط طبعا. هيقول لك مش راس حربة، ده لعيب وسط ملعب وبعدين هيلعبوا راس حربة. لا يعني الا حارس المرمى، بس احنا بنقول حارس المرمى عشان تتحكم فيه، لا يمكن تغيير. لكن تقول لي في الحته دي، فاحنا ما عندناش يعني غير مثل بره مصطفى. مصطفى هو الوحيد. مصطفى هو راس الحربه الموجود. وكوكا يعني، وكوكا برضو يعني ما نورش قوي مع المنتخب، رغم ان هو لعيب بيسجل مع فرقته في الدوري الاوروبي. حاجات كتيره لازم تنبحث وتعمل للكره المصريه. فلما تقولي مستوى الدوري، مستوى الكره ايه، الفلوس المدفوعه اكتر من اللي بيقدموا اللعيبه في الملعب. طيب النهارده كيف استطاع غزل المحله ان يفوز على نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ طبعا في حاجه يعني لازم نحسبها للمحله، مش هنقول الالتزام وكده. الزمالك بيمر بظروف الفترة ما بعد مباراة الأهلي زي أي بطولة، لما بتكسبها أو بتخسرها، فبيكون لها تأثير ساعات سلبي وساعات إيجابي، وبترجع للمدرب هل يقدر ينتشل اللعيبة من الناحية النفسية، من الناحية البدنية، من الناحية الفكرية، إن هو ينسيهم المباراة السابقة واحنا داخلين على مباراة قادمة مع الروح القتالية لفرقة المحلة اللي هي بتأدي جمهورها معاها، كل ده مع الدوافع اللي هي كولر. ممكن المدرب بتاعهم ما قدرش ينسيهم، مدرب الزمالك فريق. طبعا ما قدرش ينسيهم المباراة السابقة ويحضرهم للمباراة دي، بدليل ان الاجوال كلها من اول 4 دقايق ولا 5 دقايق وبعدين نقول تاني كده. فطبعا يعني اصعب حاجه يا كابتن اسلام اي مباراه ما بعد مباريات القمه للفرقتين اللي كسب فايز واللي خسر. مش احنا لسه بنقول الاهلي كانت مباراه صعبه؟ صحيح، لان الدوافع اللعيبه وصلت، فخلاص ها هيتنفسوا، لما يتنفس لازم هيريح. صح، الريح تيجي في المباراه ما تخاف منها، تكسب بطوله خاف بعد البطوله، توصل لكاس العالم خاف بعد ما توصل كاس العالم، تخسر برضو الدوافع النفسيه لازم تتغير عشان ترجع تاني تعيد وتشحن البطاريه انهم يلعبوا. فحظهم ان جم مع المحله، والمحله بره، محره في ملعبها من مباراه الرزله، حتى النادي الاهلي برضو كان يعاني من ملعب المحله. وشوفوا من زمان الكلام ده. لا صحيح المحلة. صحيح، طول عمر المحله. ايضا النهارده تعادل فيوتشر والمصري. نقدر نقول تعادل عادل يعني، الفرقتين فيهم مدربين مصريين. ايوه، واعدين، فاهمين، شباب قادرين، فالفرقتين فعلا كان
صراع بين يعني الشباب مع الشباب، فكانت مباراة قوية من ضمن قوة، بس نقدر نقول التعادل عادل للمباراة. لعبة الكراسي الموسيقية اللي بتحدث ما بين فيوتشر بيراميدز مقاولين زمالك، هل ستستمر؟ مين من وجهة نظرك اللي هيكمل معانا ولا مين مش هيكمل؟ لا، الأهلي في المركز الأول، بعديه فيوتشر في المركز الثاني بفارق 6 نقاط. لا، الدوري يا كابتن سامي لسه لم يبيح بكل أسراره. اوكي، يعني الأسرار لسه موجودة فيه، والأربع فرق اللي أنت تفضلت قلت إنهم دولت في صراع ودخل معاهم المقاولين، هيخش معاهم فرق تانية برضو. ده المحله كمان 25 نقطه النهارده. ما هي كل الفرق اللي هي كده اللي هي نازله طالعه دي هتلاقي ده، عشان كده بقول لك صراع الدوري ما هو الثابت، ما فيهوش استقرار، ما فيهوش وضوح، ما فيهوش رؤيه، ما فيش برواز تقدر تقول الفرق دي يصنفها. ما نقدرش نصنفهم دلوقتي الا بعض الفرق. انت بتشوف فرق صغيره برضو بتكسب فرق كبيره. على رايك يعني ما انت اسوان بتكسب مين قبل كده؟ الزمالك. طيب يعني ده منطق. وبعدين اتعادلت النهارده او بتتعادل في ملعبها مع الاسماعيل. المقاييس من حرس الحدود في اسماعيليه. طيب، كل الحربيه، كل المقاييس دي وكل اللخبطه دي، الامور مش واضحه، ومجالس ادارات الانديه كل في ضلع في اللعيبه، الضلع الثاني في الاداره وفي المدرب، اضعف ضلع فيهم المدرب. عشان كده انت بتمشي، ده دلاله على ضعف الادارات انك تمشي مدرب. لا، مين اللي جاب المدرب ده من الاصل؟ ما انتوا مجلس الاداره. صحيح، انتوا ما جيتوش لقيتوه. فاذا طالما انت جايبه ودرسه وكده، لازم تكون واثق ان هذا المدرب هيحقق لك اهدافك بهؤلاء اللعيبه، هيعمل لك اللي انت عايزه. صح، لكن انت اللعيبه، انت متخيل عشان اشتريت لعيبه بفلوس وحسيت ان المبلغ دفعته جامد، يبقى لازم هو يعمل لك كل حاجه. لا، مش هيعمل لك كل حاجه. المدرب مش هيقدر يعمل كل حاجه. نسبه اللي اتغيروا كتير يا كابتن. شو امسك في الدوري السنه دي من اول الدوري كده، كام مدرب مشي؟ نسبه كبيره جدا جدا. ده لا يمكن يبقى فيه استقرار. هيجي لك مدرب بطريقه تانية، باسلوب تاني، بفكر تاني، ويرجع تاني حفظ اللعيبه، ويرجع تاني يقرب للعيبه، وترجع يلعب له ماتش ماتشين كده، هوب وقع غير. لا يا جماعه، مش هينفع الكلام ده. لازم يبقى في استقرار، يبقى في ثبات، عشان يبقى في كوره في مصر. ايوه، طول ما احنا نازلين طالعين كده خلاص، غير مدرب كل 3 دقايق تلاقي مدرب يتغير. ايوه، كل يعني حاجه غريبه جدا. تقريبا كل معظم الانديه يعني باستثناء اهلي، فيوتشر، بيراميدز غير، مقاولين برده ما غيرش. يعني بيراميدز اهو ادي فريق غير، الزمالك اهو غير، مين تاني؟ الاتحاد ما غيرش، فاركو غير، سموحه هيغير. ايوه يعني ايوه، كل الانديه تقريبا. اسوان غير، اسوان غير مرتين. يعني شوف كم مره غير. البنك الاهلي نفسه، المحله غير، غير 3 4 مرات. ايوه، او مرتين ثلاثه. طيب اذا المحله غير، الاسماعيلي غير، الاسماعيلي غير. طب وبعدين مصر غير، مصر غير. طيب ما يحصلش. انت ممكن في الدوري كله 18 نادي، ممكن على الدور الاول ينتهي يتغير واحد او اثنين. لا، ده مفروض. الكابتن ربيع مشي من اسوان بعد الاسبوع الثالث. طيب، بقول لحضرتك يعني مفيش منطقيه يعني. لا، ما تستنوا يعني، انتوا جبتوه في ايه؟ ده هو الراجل لسه بغض النظر عن نجاح كابتن ايمن. لا، احنا ما بنقولش على كده. مش معنى كلامنا ان ده احسن من ده. لا لا لا، ما بنقارنش. دي مالهاش علاقه. المده، طالما اقتنعت بمدرب، على الاقل اديله الدور الاول، على الاقل شوف انت فين من الدور الاول. لكن طموحات الانديه ومجالس ادارات الانديه عالي جدا، اكتر من امكانيات اللعيبه. بس هتقول لي لا، ما احنا دافعين فلوس. هي قد امكانيات الفلوس، يبقى طموحاتك عاليه. لكن ما فيش لعيبه اصلا، امكانياتهم لا تساوي قيمتهم الماليه، وبالتالي لازم قيمة كبيرة نفكر صح، على اساس ان احنا مش كل شويه نقعد نغير. اخيرا يا كابتن فتحي، رايك في استقاله كلاتنبرج النهارده؟ وهل حضرتك مع الخبير الاجنبي ولا لا؟ انا شخصيا يعني شايف ان تجربه رائعه جدا وجود خبير اجنبي. هو طبعا وجود خبير اجنبي مهمه، ومهمه كمان طالما احنا جربناها، بس يكون متفرغ لنا. طبعا احنا خلاص احنا صح، يعني لازم يكون متفرغ لنا ويكون موجود،
بحيث يعيش الكرة معانا، لكن التنقل ما بين هنا وهنا والفكر ما بين هنا وهنا طبعا هي. وكلاتنبرج كان محلل في فوكس سبورت، اه، وكان مستشار لرابطة الأندية في اليونان، وكان خبير في الاتحاد المصري. والله يعني ما احنا بنقول احنا هو جه والاتحاد لم يقصر معاه، سواء في عقوده، عقودهم مظبوطة، ملتزمين معاه في كل حاجة، لكن هو الراجل في آخر قعدة شعر ان هو مش هيقدر ينفذ اللي اتطلب منه. اوكي، لأنه كانوا جديين قوي في آخر جلسة معاه. جديين يعني بمعنى إيه؟ إن لابد إنك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا عشان أنت بتاخد كذا. فلما ظهرت دي وحس إن هو قارن بقى، قال لك لا، يعني الحاجات دي كلها أنا مش هقدر أعملها. فطبعًا هو مش هيقدر يعملها. فهو من نفسه أحمد سامي برضو تمت إقالته أهو دلوقتي. لاعب مدرب فسخ عادة بالتراضي. في سيراميكا، احمد سامي سيراميكا، مدير فني سيراميكا. اذا هل مش ممكن، هل يعني اذا الكلام، اذا الكلام اللي انا بقوله هو ده الكلام اللي، لان سيراميكا صرفت على الفرقه، فمتخيله انك يا جماعه انتوا ده مش مهندس هيبني عماره، هتتبني، لكن التعامل مع البني ادمين غير التعامل مع البنايات. صحيح، انت بتتعامل مع لعيبه واللعيبه متغيره. يا جماعة لا تصرفوا في الدفع لإمكانيات الملايين اللي بتدفع للعيبة، لأن هؤلاء اللاعبين مش في المستوى اللي انتم متخيلينه ولا الطموح. صحيح، الناس اللي هم بيسوقوا اللعيبة، مع احترامي لهم برضو، المغالاة اللي هم اللعيبة بتنتقل بيها، والمغالاة في اللعيبة اللي بتاخده. وبعدين كل الأندية كابتن إسلام دلوقتي مديونة، كل الأندية مديونة. صحيح، ما كانتش الظاهرة دي ما كانتش موجودة قبل كده. هل احنا بنطبق الاحتراف صح وبنيجي في آخر السنة بنقول الأندية المديونة لازم تصفي نفسها، لا إما ما كملتش بتنزل درجة تانية وبيحصل الكلام ده؟ أنا اتكلمت عن اللعب المالي النظيف في بداية هذا الموسم. الدنيا سمعت. قامت ما قعدتش. وقال لك أنت بتقول إيه؟ اللي أنت بتقوله. ومش عارف مين طلع قال ايه ومين عمل ايه ما هو دلوقتي. دلوقتي الكل بيطالب باللعب المالي النظيف. ما هو دلوقتي احنا ايه؟ الاسماعيلي ضحيه طبعا، ادي باين احد رمز او طبعا او علامات الكره المصريه الاسماعيلي، الضلع الثالث في كره القدم المصريه. اين هو الان؟ يعني ترتيبه فين؟ الاخير تيالي او الامن. طيب، الاخير. وهل التغيير اللي احنا قلناه دلوقتي وانت ضفت لنا الكابتن احمد سامي، هل احمد سامي تعرف كم مدرب يا كابتن اللي ما اتغيرش؟ كم نادي ما غيرش؟ خمس مدربين. خمسه من 18، يعني 13 نادي غيروا، يبقى فين ثبات؟ وغيروا فيه وغيروا اكتر من مره. لا يعني والباقي برضه لسه السنه، يعني الموسم مخلص لسه. هو ايه؟ اهلي والاهلي وفيوتشر والمقاولين والداخليه وحرس الحدود بس، هم دول. طيب يعني ما نضمنش ايه اللي والاتحاد سكندري ست طلع صح. الجيش غير يعني ما قلناها معاه كابتن علاء وبعد كده جاب كابتن محمد. لا 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 لا، ظاهره كله غير. ظاهر ايه اذا؟ ما هو لازم نبحث. احنا بنقول السبب ايه؟ السبب مين اللي بيغير؟ مجلس اداره. طب مجلس اداره غير ليه؟ عشان نتائج. النتائج ايه؟ بيخسر ليه؟ السبب لان يقول لك احنا لعيبه جايبينها مثلا كم مليون. على فكره كلام حضرتك صحيح، عارف ليه؟ او يعني طبعا صح، لكن انا اقصد انه مثلا في حرس الحدود على الرغم من الخسائر الكثيره لم يتم تغيير كابتن احمد ايوب. ليه؟ لانه ما جابش لعيبه مفيش ملايين باسعار غاليه. مفيش ملايين، فهم على قدكم، على قد اللي هي دولت انا بلعب بدول، فهم مش حاسين انهم مظلومين في دي، بيشوفوا قارنوا مع الفرق. لكن مثلا سيراميكا كليوباترا كان الكل متوقع ان هي تعمل دفع يعني فلوس. نعم، دفع فلوس. طب كل واحد بيدفع عايز المقابل. المقابل صح. ايه؟ مكسب. بس المقابل ده مش من اللعيبه دي. صحيح، قيمه الحاجه دي مش هي، مش دي اللي هتوصلك. ايوه، فانت طيب. يعني زي ما كل اللعيبه مثلا لما بدون عربيات
بدون ماركات اللي هي كده، واحد تاني يجيب عربيه كبيره، فانت حاسس عشان دفعت في العربيه كده لازم تسبق، بس في ماركات عربيات تانيه اقل لكن طبعا هتروح فين يا جماعه؟ يا جماعه لازم نفكر بهدوء، ولازم الفكر ده تتغير، ولازم نشيل ده من دماغنا على اساس شيل ده من ده يرتاح ده عندك. ما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. يتبقى 6 مدربين فقط لم يتم تغييرهم خلال ال 15 اسبوع دول، يعني 12 مدرب تشيلسي من يعني ال 18 من ال 18 مدرب تم تغييرهم حتى الان. وبالتالي خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا، دايما بنستفيد بوجود حضرتك وبكلامك القيم الحقيقه.